علاش مانيش هيبان زوبت. بكل صراحه ما عنديش الكوراج هذاك، انا ماني كيفاش حد خلاص عليا. جو سي تري بيان لي في تاع دوكا جونغ ماهمش دايرين الزواج بريوريتي في حياتهم. ماذا بيهم؟ ماذا بيهم قرايتهم؟ ماذا بيهم لافونيغ؟ وسورتو سورتو ما تقبلش تتزوج براجل ما عندوش امكانيات. ما تخافيش من كلمه بايره؟ نو نو، انا بيرسونيلمون نو. كيفاش تشوفي هذه الكلمه؟ انا هذه الكلمه الي مال بلاصي فوالا. نورمالمون ما تتقالش باسكو ما كاتب الله شغل، انا ما نقدرش نعرف الا ربي حيكتب لي نتزوج ولا لا، وبالك ما نلقاش لا بون بيرسون. باسكو النجاح ما يكونش غير في الزواج. دوك البنات دايرينها في بالهم باللي وحده لو كان ما تتزوجش ماهيش ناجحه في حياتها. البيت دي فوالا، البيت ديالها هو الزواج، لازم نتزوج باش نكون ناجحه في حياتي. باش الناس ما يقولوش عليا بلي ما نتزوجش. نو لا لا، مكتوب ربي تزوج تزوج ما تزوجش نورمال عادي. انت ما ديرونجيش لو كان ما تزوجيش؟ انا مزوجه على كل حال. يسلمك. عزوف شباب عن الزواج باينه حبيبي. دوك واحد باش يتزوج دوك لازم له المهر تاع العروسه، عنده الكباش، عنده الصداق تاعو، عنده لا صال دي فات، عنده الدار اذا ما تعاود تعاودها، لا شومبر، هادو كاع تكاليف باهظه يعني. دوك واحد جا مسكين شهر وكاع ما يقدر صراحه. شوف واحد راهم باسي ويزيد معاه مراه يزيد يباسي اكثر. دوك واحد يباسي واحد خير. انت مازال ما تزوجش؟ لا لا مازال. شحال فاهم؟ انا عندي 34 عام. الله يبارك. وعلاش مازال ما تزوجش؟ اه إيه المكتوب لا خدام الحمد لله لاباس بيا كاكوش. ما سي سي نخمو مش عارف نستنى ان شاء الله المكتوب مي قريب ان شاء الله. شوف الوقت اللي رانا فيه نقص فيه الزواج، قول لي علاش؟ باسكو كاين بزاف بنات راهم يطلبوا الغالي، دونك ما يحبوش يسهلوا للراجل الامور. توجور تلقاها تحب تقولوا ديلي داري وحدي، في الشرط شرط غالي، الذهب ما نحكي لكش. دونك هاد البنات دونك الفو ميو كي ينقصوا شويه على الرجال باش يقدروا يتزوجوا، سينو حتكثر العنوسه. تلقى طفله تلقى اللي تعرفوا يكون سند تاعها، اللي حبها فريمون، اللي هكا ماشي تتزوج وخلاص. ما كاينش تشوفي باللي الزواج بالك يقدر يكون من الاولويات؟ نو باسكو الوحده لو كانت تحطها من الاولويات ديالها راح تحطم حياتها، ما تعيش حياتها الاز. لو كانت تتزوج؟ ماشي لو كانت تتزوج. لو كان دير الزواج اولويه؟ يعطيك الصحه، شغل تعود تمشي به في حياتها بلي انا لازم نتزوج. هذيك تزوجت انا ما تزوجتش، تلحق 30 سنه خلاص انا فاتني ترى. تعود تخزر بهذا الاوبجيكتيف. نسمعوا كلمه بايره نسمعوها تداول بزاف متداول. بكل صراحه ما تخوفكش هذه الكلمه ديرونجيك؟ لا بتاتا نهائيا.